السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم الكوتش والمؤلف سكة حسن. موضوعنا اليوم في خصوص هو النجاح. ما هو النجاح؟ النجاح صراحة كل واحد كيتعرف هذا النجاح، ولكن عندي لكم النجاح كيف قريت في واحد المقالة، ويعني بغيت نتقاسمها معكم. فعلا بانت لي معقولة في التفسير ديال النجاح أو التعريف ديال النجاح. النجاح هو 5% هدف و10% خطة و35% تنفيذ، يعني 50% دابا، وبقات 50% اللي هي استمرارية. نعاودو: 5% هدف، 10% خطة، 35% تنفيذ، و50% هي استمرارية. لهذا فالهدف بدون خطة، الهدف 5% وبدون خطة تتسمى حلم، ولا عاود درنا خطة بدون تنفيذ يعني 10% وما نفذناش ديك 35% تتسمى ضياع الوقت، ولا درنا التنفيذ اللي هو 35% من دون استمرارية فهو تتسمى ضياع جهد. الكوتش أسوكا حسن يتمنى لكم يومكم سعيد.